حبيبها، حبيبها وروت لي ما كان منك ومنه. وانا بحبك من شويه، انا خلاص ما بقتش اعرف اقعد في المكتب ولا اشتغل ولا اعمل حاجه. طب هقول لك على حاجه، انا من ساعه ما جيت والله وانا عمال افرك عايز انزل. طيب هرجع اكلمك تاني، بس خليكي جنب التليفون. مع السلامه يا حماده. جمال التهامي قطعنا في الاخبار، اقرا. طب اهدى اهدى، خير ان شاء الله، خير خير. كاتب اننا بنبيع اللحمه ب 16 جنيه وهي في الجامعات ب 5 جنيه، وماسك بقى الاسعار الملاكه دي ومبهدلنا. معلش معلش، خير ان شاء الله. انا بعت له رد ونفهمه ببساطه كده ان احنا بنبيع كيلو اللحمه ب 6 جنيه، ابو 16 دي الحاجات المخصوصه في الذبيحه اللي هي بتمثل تقريبا نسبه 15% من الذبيحه. طب ايه رايك مع الرد ده نبعت له كرتونه مندي على كرتونه مندي؟ يا واد يا واد يا واد، مش جمال التهام اللي يتعامل معاه كده. انت تعرف لو عرضت عليه المزرعه بتاعت الكيلو 26 مش هيوافق. خلاص يا عم، رد زي ما انت عايز، بس لازم نعمل حاجه تانية، يا اما في الاخبار يا اما في اي جورنال تاني من الجرايد، عشان برضو نعرف نوازن الامور ونظبط الليله دي. انت صح، بس لازم نرد الاول وبعد كده نرتب نفسنا زي ما احنا عايزين. رمضان على الابواب، اي هزه هتعورنا جامد يا حماد. بالظبط كده، وعايزين كمان نشوف كشاك الشباب دي. حق يا احمد، لو لفقت وبقينا نوزع اللحمه بالكشاك دي هنقلب الدنيا. يا واد هتلفق والله وهنقلب الدنيا، بس المهم عندنا في المنفذ الكيلو يبقى بخمسة ونص، زياده عن الجمعيه بنص جنيه مش جنيه. هننزل الاسعار في رمضان يا احمد، دي الدنيا بتولع في رمضان. يا معلم هي تولع، احنا نطفيها، احنا عايزين نفرح الناس يا حماده، وعايزين كمان في نفس الوقت نخرس كل الالسنه اللي بتطرطش علينا في كلام فاضي. اهي جت على ملا وشها اهي. خير يابا؟ هي مين؟ مقصوفة الرقبة منيرة، جت وايه؟ غرقت الشقة بدموعها. وانا ولا اكني هنا ولا اكني اعرف اي حاجة عن الوقت. حلو قوي الكلام ده يابا، نسيبها بقى يوم كمان تستوي كده، وبعد كده نجيبها تخر بكل حاجة مستخبية. والله يا حاج هو ده اللي حصل. هي قالت لي خدي الفلوس واديها لسي توفيق، وقولي له ان انت جايبها بمعرفتك، وهو هيجيب لك فيها اعلى فايدة. وحلفت دي ما جيبش سيرة لحد. وبدرية قعدتك بإيه؟ إيه الفايدة اللي هتقعد عليكي من ورا الموضوع ده؟ هاخد 1% من الربح، ده غير يعني إن ظهرنا هيبقى في ظهر بعض لو فكرتوا في يوم من الأيام تعملوا فينا حاجة كده ولا كده. بس كده؟ يعني ما حصلش بينك وبينها أي حاجة تاني؟ ما حصلش اتفاق مثلا على انك تراقبينا وتتجسسي علينا وتنقلي لها كل اخبارنا؟ اتجسس عليكوا ازاي يا حاج؟ هو انا بشوفكوا اصلا؟ والختمه الشريفه ما حصل حاجه غير كده. والختمه الشريفه؟ ماشي ماشي يا منيره، خد يا بنت، خد وضيل على الورقه دي. قصدي ايه يا حاج؟ ما انت عارف انا اللي بعرف اقرا ولا اكتب. اه صحيح، نسيت انك البعيدة جهلة. خلاص تبقى ابصم عليها. ابصم يا حاج؟ بس ابصم على ايه؟ انك تبريني من كفة شيء كفة شيء وتتنازلي عن الواد عشان انا اللي ربيه بنفسي. طب ابريك ماشي، انما تنازل عن طنايا ازاي؟ هو مش تنازل تنازل يعني، احنا نربي الواد بمعرفتنا وانت وبشق عليه وشوفيه في اي وقت. بالذمة يا حاج، بالذمة، ده كلام يرضي ربنا. واللي انت عملتيه يعني كان هو اللي يرضي ربنا؟ الواد هناخده بمزاجك او غضب عنك، فاعمليها بجميلة عشان ما تديش كل البيبان اللي بيننا وبينك يا منيرة وبين صلاح ابنك. حاضر يا حاج، حاضر، هعمل له كل اللي انتوا عايزينه. كمان عايز تبقى عيني على بدرية. ازاي يا حاج؟ يعني لو قابلتيها ولا شفتيها ولا كلمتك او كلمتيها ولا حصل بينك وبينها اي حاجة، اي حاجة تيجي تقولها لنا وتنقلها لنا بكل تفاصيل الحاجة دي بحذا فرها، بحذا ايه فرها، سواء كانت تستاهل او ما تستاهلش. مسابقة فوازير الريان، جاوب على السؤال واكسب 1000 جنيه يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذكر رقم الآية واسم السورة. اشترك واتصل على رقم تليفون 8080 40
أو 50 تسلم الجائزة يومياً للفائز في مقر شركة الريان بالهرم. وبعدين بقى في التليفونات الزفت دي، كل التليفونات مشغولة. ما انتوا اللي خليتوها زفت كده يا حاج. ليه بقى إن شاء الله؟ عشان من أول ما رمضان بدأ والتليفونات كلها خربانة وعطلانة بسبب الفوازير بتاعتكو دي. الناس كلها بقت عايزة تغتني بالسهل، محدش عايز يتعب. عشان كده مصر كلها بتتكلم في الوقت ده، مكالمة واحدة بس تجيب لك 1000 جنيه وانت قاعد كده يا بلاش. فشخرة كدابة، قومي هاتيلي جلابية، أنا مش هستنى تليفون، عايز أروح الشركة. أنا كمان لازم أقوم عشان عندي ميتنج. عندك إيه؟ يا بنت أنا مش ناقص لبخة، تكلميني عربي. عندي معاد يعني يا حاج، عندي معاد في أوتيل. وتعملي مواعيد متأخرة ليه؟ وبعدين هتعملي مواعيدك هنا ليه الفنادق؟ أجيب 30 مدرس ومدرسة هنا؟ إزاي بس؟ خلاص خلاص بطلي لك، نعمل اللي أنت عايزاه، بس تأخير مفيش. إيه؟ بتغير عليا؟ لا، الجلابية بيضة بسرعة. لو سمحت يا أستاذة هالة. أيوة اتفضل يا حاج حبش. لو أنتم جاهزين الحاج ممكن ينزل. إحنا دقيقتين بالكتير وخلاص هنكون زبطنا الإضاءة والفايز كمان وصل. الله يبارك لك، أنت عاملة حاجة زي الفل. الله يخليك يا رب، تسلم. السلام عليكم. عليكم يا السلام. يا أهلا يا أهلا. الله وبركاته. أهلا بيك يا حاج. إزيك استاهل؟ على فكرة إحنا جاهزين والفايز كمان موجود معانا، يا دوب هنبدأ حالا. إن شاء الله. استاند باي، الفايز فين؟ أنا يا فندم. تفضل. اهلا 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 اهلا، الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. 4 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في فوازير الريان الرمضانيه. والنهارده طبعا زي العاده هيكون معانا الحاج احمد الريان عشان يسلم لكم الجوائز بنفسه. مصباح علاء الدين النهارده بقى شركه الريان. يا حاج احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، بارك الله فيكم. وأكيد كمان بنتعرف النهاردة بالفايز بجائزة الريان الرمضانية. نتعرف بحضرتك وألف مبروك. مجدي طلعت يا فندم. ألف مبروك يا أستاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانية جائزة 1000 جنيه. ألف مبروك. لو سمحت، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف الله يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا أنا فاطر. مريض حضرتك، ألف سلامة. أنا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان، أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه، علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجل في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى أتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن نقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن.